الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنتكلم النهاردة على حالة هي دايجنوز، والسؤال بتاعنا وات نيكست. الحالة بتاعتنا دايبيس انسيبيدس، حالة هتجيلنا هتبقى شكلها إيه؟ دايجنوزيس التريتمنت. طيب إحنا شفنا الحالة، شخصناها، عالجناها، وبعدين هنقف عند كده. دايبيس انسيبيدس is a condition characterized by large number of dilute urine and increased salt. يبقى فيها بولي يوريا وبولي ديبسيا. The amount of urine produced is nearly ممكن توصل لحد 15 15 او 20 لتر per day. Reduction of the fluid has little effect on concentration of urine. لو احنا مثلا البيشنت ده يعني عملنا له يعني قلنا له مثلا فتره ما تاخدش فلويد، برضه ستيل هيبقى فيها بولي يوريا. هي انواعها سنترال والنفروجيني. السنترال دايبيس انسيبيدس يعني الاتيولوجي عندنا فوق في البرين. Due to lack of antidiuretic hormone, it is due to injury to hypothalamus or pituitary gland or genetic. النفروجينيك يعني الاتيولوجي ما عنديش مشكله في البيتيوتري ولا الهايبوثالامس، المشكله كلها في الكيد، ما بتعرفش كونسنتريشن ايه السبب. النفروجينيك دايبيس سيرفيدس اوكي داز نوت بارلي الانت ذس اوف دايبيس انسيبيدس سيمتوم تو ديستينك دايبيس انسيبيدس من البول. هي فيها بوليوريا وانا عندي كتير جدا بوليوريا، فلازم قبل ما البيشنت ده عنده دايسيبيدس لازم اعمل تشيك للجلوكوز الكالسيوم عشان عندي حالات الهايبر كالسيميا فيها بوليوريا. وبعد كده بقيس الالكترولايت، بشوف الصوديوم في البلاد وبشوف البلاد. في حالات جدا هايبرتريميا جوز انها دايبيس انسيبيدس، انا شفت حالات داخله لاسباب ثانيه وبعدين فجاه بيعملوا الصوديوم، لا الصوديوم عالي، بدأ يدوها فلويد يعني ايه ميه مقطره ويعمل ديبريفيشن ووتر وستيل في هايبرتريميا. او الديزموبريسين ماكسيمم ديفولبمنت للريسبونس للصوديوم بدأ يقل. ما عرفناش واتس نيكست، احنا قلنا دايبيس انسيبيدس بعد كده السبب بتاعها ايه. طب من ضمن الانفستيجيشن اللي هنعملها لازم نعمل يورين اناليسيس، هيبقى اليورين دايلوتد، دايلوت يورين ويز لو سبيسيفيك جرافيتي. اليورين اوزمولاليتي والالكترولايت هتبقى فيري لو لان عندي اليورين دايلوتد. ممكن اروح الخطوه اللي بعدها، البيشنت ده عنده بولي ديبسيا وبولي يوريا، طب لو انا قلت له وقف الفلويد هيحصل له ايه؟ لو عملت حاجه اسمها الووتر ديبريفيشن تيست از انذر تيست تو ديستنجوش بين الدايبيس انسيبيدس والاذر كوزز اوف بوليوريا. لو انا قلت للبيشنت من بالليل الصبح ما تشربش ميه، الصحفيه هنلاقي في ايه؟ هنلاقي ما فيش ريسبونس لو هو فعلا ترو دايبيس انسيبيدس. There is no change in fluid loss. Giving this nutrition هيحصل dramatic response لدايبيس انسيبيدس. Isn't it التست ده ووتر ديبريفيشن تيست هيفرق لي تو انتيدوتيك هرمون سبريشن او مشكله في الكدن. طبعا لو مشكله في الكدن مش هيحصل ريسبونس للديزموبريسين. حاله زي كده تريتمنت بلان، اولا هنخلي البيشنت ياخد بلنتي اوف فلويد عشان هايدريشن. التريتمنت اللي بعد كده هيعتمد على لو هي دايبيس يو تو كرينيال كوز ولا نيفروجينيك كوز. لو هي كرينيال هدي الديزموبريسين، لو هي نيفروجيني كوز هبدا ب سايزايد الافكت ندي اميلوريد عشان الهايبو كلمه ده تحصل مع السايزايد. طيب الحاله بتاعتنا هخلص قبل ما اعلم الحاله بتاعتنا دايبيس انسيبيدس كيس برزنتيشن. عندي شاب 22 سنه ريفيرد فور ايفالويشن اوف ريسنتلي دايجنوز دايبيس انسيبيدس. هي فيرست نوتس انه عنده بوليا وديبسيا 3 شهور فاتوا. البرايمري كير فيزيشن رولد اوت دايبيس انسيبيدس والهايبر كالسيميا، احنا قلنا دي من ضمن اسباب البوليوريا، هو استبعدهم وعمل ميجرمنت ل 24 اور يورين اوت، لقى له بيجيب حوالي 13 لتر في اليوم واليورين دايليوتد. البيشنت ريسبوند ويل للديزموبريستين، ادوه 2 من 10 مللي جرام اورالي توايز وحصل نورماليزيشن لكميه اليورين.
عملت تشيك الانتيريور بيتيوتري فانكشن. طبعا انا عندي ديفكت في هرمون، لازم اعمل تشيك اب لكل بيتيوتري هرمون. لقوا الفانكشن كويسه في البيتيوتري ما عدا اكسبشن فور سنترال هايبوجوناديز. لقوا التستوستيرون قليل، ال اتش واف اس اتش طبعا في حاله سنترال بيبقى لو نورمال او لو. يعني ممكن لو حاله دي نورمال ال اف اس اتش بس التستوستيرون قليل دي برضه هعتبرها دي سنترال هايبوجوناديز. Physical examination findings are normal. The patient good androgenized, whole beard except for a small soft test, حوالي 8 ml في الفوليوم، المفروض تبقى من 15 ml. The blood pressure, the pulse كان كويس، the height بتاعه كويس، the weight تمام. هم قالوا عنده diabetes insipidus. طيب الحاجة التانية بقى السؤال بتاعنا، أنا هعمل إيه بعد كده؟ أنا شخصته خلاص ممكن أعالجه، الإيتيولوجي بتاعنا إيه؟ هم عملوا ام ار اي البرين لقوا الاشعه دي. انا هعمل السهم كده على الجزء ده، ده الجزء ده البيتيوتري، الجزء اللي فوق ده ايه؟ وبرده الجزء ده ده ايه؟ هو لما عمل ام ار اي للبرين لقوا فيه سيكننج للبيتيوتري ستوك، بيتيوتري جلاند ستوك سيكننج، اللي بان في السهم ده واللي بان هنا ده بيتيوتري ستوك سيكنينج. هل ده من ضمن الاسباب فعلا بتاعت دايبيس انسيبيدس ليجن في الهايبوثالامس او البيتيوتري؟ طيب احنا شفنا الاشعه دي، الخطوه اللي بعد كده ايه؟ هعمل ايه؟ انا عايز اشخص الحاله دي، هل هو عنده دايبيس انسيبيدس ليه؟ هل هو تيومر؟ هل هو ميس؟ هل هو انفلتريشن؟ الخطوه اللي بعدها هعملها مده، هل هو هعمل بيتيوتري ستوك بايوبسي؟ هاخد بايوبسي من الجزء اللي هو السيكننج ده؟ ولا هعمل بيت سي تي سكان اوف ذا برين؟ ولا هاخد لامبر بانكتشر؟ ولا هعمل سكليتال سيرفي؟ ولا هعمل ستادي بريديو اكتف ماتيريال اسمها الجاج دوتا تيت سكان؟ انا مثلا هفكر في الاختيارات ازاي؟ انا عندي البيتيوتري ستوك، كونكت الهايبوثالاموس بالبيتيوتري جلاند. في جزء anterior component و posterior component، فيها ال axon of supraoptical paraventricular neuron that end in the posterior pituitary عشان تطلع oxytocin و vasopressin hormone in the bloodstream. While stock thickening is sometimes obvious بال MRI زي ما احنا شفنا ال MRI في thickening للstock of the pituitary gland، it can also be subcle. subcle يعني حاجه فرعيه، حاجه مش اساسيه. ليه؟ لان هم لقوا النورمال ويتس اوف بيتيوتري ستوك ستيل ديبيتد، ما هياش معروف لها قياس معين، لكن هم قالوا ستوك السيكننج تشينج ديبند اون ذا ليفل اوف ذا الجزء الميجر. انا خدت اي كات، كل كات لها ليفل معين، لها ميجر معين، بس قالوا في المعظم لو الليفل على اي السايد على اي ليفل 3.5 ل 4 مللي دي اعلى من كده اعتبره دي كات، هعتبره دي اب نورمال بيتيوتري ستوك ميجر. ليه في البيتيوتري ستوك يا اما كونجينيتال يا تبقى انفلاماتري يا تبقى نيوبلاستيك؟ طب المهم عندي ان انا افرق بين الانفلاماتري والنيوبلاستيك عشان كل واحده هيبقى ليها تريتمنت مختلف. موست كومن انفلاماتوري ليجن في البيتيوتري ستوك هي الهايبوفيزايتس، ساركويدوزيس، جرانيوميتوزيس اللي بنسميها الفاجنر جرانيوميتوزيس. موست كومن نيوبليزيا اللي هتاثر لي او ممكن تعمل ايتيولوجي في البيشنت بتاعنا ده، انكهاسل هيستوسايتوزيس او انواع لينفوما ميتاستاتيك ديزيز او جيرمينوم. هو الايتيولوجي بتاع المريض ده واحد من ضمن الحاجات اللي هي الثانيه اللي هي النيوبلاستيك ليجن. هم اعتبروا اللانجرهان سيل هيستوسايتوزيس، ناس بتعتبرها ان دي انفلاماتوري وناس بتعتبر ان دوت مالجنس او نيو تيومر. في الحاله بتاعتنا قال ان جنرال والبيشنت فايندنج ار مور لايكلي ديو تو نون نيوبلاستيك. الحالات اللي في المريض ده هقول لو حصلت فيها اقول ده نون نيوبلاستيك ليجن، يكون ايه؟ يكون دايبيس انسيبيدس، ابسنس اوف اكسترا سيلور انفولمنت، مفيش حاجه كلها تحت السيلاتر، فيميل، كل دي ماشيه ان دي تكون نون نيوبلاستيك، او ليميتد ستوك سيكننج، يبقى السيكننج بتاع اللي هو اسف الاشعه بتاعتنا يكون اقل من 3.5 ملم، ليميتد نمبر اوف انتير بيتيوتر هرمون ديفيسيت. في الحاله بتاعتنا هو هرمون واحد بس اللي هو كان اللي هو جونادوتروفين. لو الحاجات اتجمعت المريض غيرها نون نيوبلاستيك ليجن اذروايز.
طيب لو انا اخدت من المريض بيشنت خدت اللي ناخد بلان بايوبسي تيشو بايوبسي از ايديال بات بيتيوتري بايوبسي از اسوشيتد ويز سيجنيفيكانت اوبراتيف ريسك. طبعا ده المريض اللي هو عنده انا شلك الشعر ده لما اخد بقى عينه عشان اعمل دايجنوزز. هنس ذا انيشال ايفالويشن شود بي ليس انفيزيف ذان بايوبسي. هختار حاجه غير البايوبسي. Giving the patient age ان هو ميل يبقى انا عندي diagnosis هيتجمع يا اما جيرمينوما او لانجرهان سيل هيستوسايتوزيس. قالوا اللانجرهان سيل هيستوسايتوزيس بتاخد 60% من حالات فيها بون ليجن. طب ما انا اخد عينه من البون وخلاص كده. يبقى الانسر اللي بعد كده بدل ما اخد بايوبسي من البيتيوتري جلاند ما اخد بايوبسي من البون او اعمل سكان للبون. يبقى لو اخدت الانسر دي سكيليتر سيرفي السيف ونون اكسبيسيف ونون انفيزيف وساعات ممكن ساعات اخد كمان بايوبسي من البون. او لو ما عملتش سكيليتر سيرفي هعمل ام ار اي البودي هول بودي ام ار اي بروبوز ان alternative ميثود ومور سنسيتيف مع انها اكسبنسيف شويه لكن اقدر استعملها لو البون سيرفي ما ادانيش الكلو او ما ادانيش حل اعمل هول بودي ام ار اي. طبعا لو خدت بون بايوبسي ممكن كونفيرماتوري بون بايوبسي وود سيرتلي بي سيف ذان ان انا اخد بيتوتري بايوبسي. الستوك بايوبسي كونسيدرد اونلي هبقى انا مضطر اخد بايوبسي من البيتوتري دي ليتر ستيج وان دايجنوز وانا كونسيرن الحاله دي ممكن تبقى مالجنسي هضطر اخد بيتوتري بايوبسي. طيب ممكن اختار حاجه ثانيه اللي هي البي الانسر بي اللي عملت بيت سي تي اوف ذا برين would not help full مش هتفيدني في الديفرنشال دايجنوزس لو الليجن ده سمول. طب الانسر سي اللي هي اخد لامبر بانكشر صحيح هي تعمل لي دايجنوزس ديفرنشال دايجنوزس من البيتيوتري ستوك ليجن بس ما هياش الفيرست ستيب اختيار اللي انا اختاره. طيب اللامبر بانكشر فرق لي فعلا هو بيور جيرمينوما ولا جيرمينوما. لو هي بيور جيرمينوما بينهم هلاقي فيها الفا فيتو بروتين والبيتا سب يونت اوف هيومن كوريونيك جونيوتروفين انكريز ليس في النون جيرمينوم بديل فريندلي في لو انا اخذت لامبر فانكشن. فاقدر ادي اكتف ماتيريال ايه حاجه اسمها الجات او جيليوم دوتاتيت سكان عباره عن بستعمل ماتيريال سوماتوستاسين ليفل بتتحدث سوماتوستاسين ريسبتور. طب دي هتفيدني في حاجه بتعمل لي لوكاليزيشن. يبقى الحاله بتاعتنا هنا ايه الصح الانسر ان انا اعمل بون سيرفي عشان اشخص الحاله. الحاله بتاعتنا دي اللانجرهان سيل هيستوسايتوز. شكرا. ثانك يو.